الحلقة وبفطروا طبعا قبل الأذان تبع وزارة الأوقات، وبالتالي حصل بعض المشاكل بين الإخوة والناس، هذا ما حصل حقيقة. فيعني هل هذا الكلام يعني هاي السنة يعني نطبقها ونصر على تطبيقها يعني في المساجد، أم تنصحنا مثلا أنه يعني مثلا ما نفطر في بيوتنا مثلا ونروح على المسجد نصلي معهم؟ فإذا كان الجواب على هذا السؤال أنه نعم نفطر، لماذا ننتظر مع الإمام حتى نصلي معه جماعة ما دام يعني وقت الغروب حان وأفطر قبل الجماعة، لماذا ينتظر معهم حتى يصلي معهم الجماعة؟ سؤالين. يعني بفهم من سؤالك الثاني انه ما يصلي مع الجماعة، يعني هو يعني قل لي افطر، قل لي هذا الفهم صحيح ولا مو صحيح؟ يعني اي سائل لما بيسأل سؤال فيه شيء من الطول ولا اقول فيه شيء من الاضطراب، شايف هذا الطول بحاجة الى اختصار اولا بالنسبة لي كمسؤول يوجه اليه السؤال، بدي اعرف حالي فهمت من السؤال ولا لا؟ فهمت سؤالك، يعني فهمت معنى انك انت فهمت السؤال، يعني بس انا ما تأكدت اني فهمت. انت متأكد لما قلت لي نعم هذا اللي فهمته هو انا قصدته؟ نعم هذا المقصود. هذا الجواب. مش تيجي تعملي محاضرة ثانية. الله يجزيك خير. انا اخي الذي اقوله ان الحقيقة عندنا نحن معشر المسلمين جميعا وبخاصة السلفيين، نعم، عندنا شيئان. الاول الدعوة، ولنقل الدين، لكن نقول الدعوة لأنه ليس كل من يتدين بدين الإسلام يدعو إلى الإسلام. في كثير ناس حتى من الخواص لا يبالون بالناس ولا يدعون الناس ولا ينصحونهم ولا إلى آخره، ولذلك أنا بعلل هذه الأخطاء التي نحاول تصحيحها والإعجاجات التي نحاول تقويمها. ما السبب؟ مع أنه في أشياء منها كثيرة متفق عليها لا خلاف فيها، السبب هو أنه أهل الدين والعلم به ما يبينون الناس ولا يدعونهم، تاركينهم هكذا سبعد الله. أذكر مثلا على سبيل المثال، شو معنى انتشار الأكل والأخذ والإعطاء باليد اليسرى بين الناس؟ وهي ما بدها جهد. إذا قلنا الناس قوموا يا ناس صلوا بالليل والناس نيام، والله هذا بده جهاد الأبطال. لكن خذ باليمين وما تأخذ بالشمال، أعطي باليمين ما تعطي بالشمال، كل باليمين لا تأكل بشمال، شرب فرد سهر، كان هاي ولا هاي. شو سبب انتشار المخالفة للشريعة؟ سببها عدم نصح الناس لهالجهلة، سكوت أهل العلم. هل بيعرفوا على الأقل تقليدا؟ إذا فرضنا ما بيقرأوا السنة، ما بيقرأوا قول الرسول عليه السلام كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال، فإن الشيطان يشرب بالشمال يأكل بالشمال ويشرب. أفرض أنه ما قرأوا حديث، لكن كتب الفقه كلها طافحة بأنه لا يجوز الأكل بالشمال وشرب بالشمال. شو معنى أن المسلمين عايشين إلى 14 قرن من الإسلام والعادات هي ماشية كأنها بلاد كفار؟ الجهل والمسؤولية على أهل العلم بهذه الحقيقة على الأقل. فالشاهد عندنا الدعوة شيء
والأسلوب إلى الدعوة شيء آخر. أنا أريد من كل مسلم أولا ومن أخواننا السلفيين بخاصة ثانيا أن يفرقوا بين الأمرين، لأنه الدعوة هي مقصودة بالذات، يعني يجب على كل مسلم أن يعرف مثلا كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يفطر، كيف كيف إلى آخره، لكن لا يجب عليه أن يدعو، لأن الدعوة فرض كفاية، أما العلم والتدين به فرض عين. إذا كانت هذه الحقيقة معروفة لدينا فلا يجب أن نهتم بالشيء الثاني الذي هو الأسلوب في الدعوة. قلنا عندنا دعوة وعندنا أسلوب في الدعوة. أسلوب الدعوة معروف في القرآن الكريم صراحة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن الدعوة قبل الأسلوب، ولا نستطيع أن نفترض في كل الناس في كل أصحاب الدعوة، لا نستطيع أن نتصور أبدا أنهم بنسبة واحدة في حسن الأسلوب وحسن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا أمر مستحيل. فيجب أن نصب اهتمامنا على الأمر الأول وهو الدعوة. الأمر الثاني: كما يجب على من كان عنده حسن أسلوب في الدعوة أن يتلطف في دعوته للناس إلى دعوته، كذلك ينبغي لهذا الداعية أن يتلطف مع إخوانه الذين يسيئون لأسلوب في الدعوة. وهذا خبر من الكلام. لماذا؟ لأننا يجب أن نفرق بين الدعوة وأسلوبها. الدعوة فرض عين على كل مسلم أن يتبناها، لكن ليس فرض عين على كل مسلم أن يكون داعية. ثم لو كان داعية لا نستطيع أن نتصور أن الأساليب متفقة وأن الأسلوب يمكن تعليمه وتلقيمه للناس جميعا، هذا لا يمكن. لذلك فينبغي أن نتلطف مع عامة الناس في دعوتهم إلى دعوتنا السلفية، ومع إخواننا السلفيين الذين يسيئون الدعوة إلى الدعوة السلفية أيضا، هذا يجب إيش أن أتلطف به. بعد هذه المقدمة أرجع إلى صلب الموضوع ولعله سؤالك الأول بالنسبة لما ثبت لدينا يقينا أن الأذان في هذا البلد يؤذن إما قبل الوقت أو بعد الوقت. أنت عرفت الأذان الذي يؤذن به بعد الوقت بنحو 10 دقائق، والأولى عندي معالجة الأمر الآخر الذي يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة تقريبا، يتراوح في اختلاف الفصول بين 3 ساعة إلى نصف ساعة، ويبطلون صلاة المصلين في كثير من المساجد حيث يصلون صلاة الفجر قبل الفجر الصادق.